بريفيو. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم البنات فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال صباغات الشعر بالاسود. البنات اسود لامع وكيغطي الشيب 100%، وصفة غنقول لكم وصفة زوينة، كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي واحد في كومونتير البنات اللي جربوها كيفاش جاتهم. اول حاجة البنات عندي هنايا الرمان داير بحال هكا، تعمدت واش نخلي لكم هكا خضر يعني يابس باش تعرفوا كي داير. هذا قشور ديال الرمان داير بحال هكا، ومن بعد غربلناه. غربلناه البنات كيجي هكا، كيجي بحال هكا. هو المكون الاول عندي كذلك القرنفل اللي داير بحال هكا، بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش داير الحبه ديالو هكا، هو مطحون. هاد الخزامه ها هي، خليتها لكم هكا باش تعرفوا كيفاش دايره. هي هكا دايره، هي باينه والسالمية حتى هي البنات دايره بحال هكا. اللي كنديروا في اتاي راه معروفه، غير هذه يابسه. سالمية البنات فاش طحناهم اولا دقيناهم كيجونا بحال هكا، من احسن تدقوا بحال هكا. خلطناهم بجوج، غندوزو المكونات الاخرى. هذا الورق ديال القرقع، الورق ديال القرقع البنات داير بحال هكا، يبسناه حتى هو دقيناه وجا بحال هكا. وهنايا البنات عندي البابونج مدقوق حتى هو كيجي بحال هكا. وهنا عندي هاد الفليشه، غنحتاجو جوج، ولا ما بغيتوش ديرو غير كاضافه، ولا ما بغيتوش ديرو ديرو غير هذا اللي مدقوق ماشي مشكل. عندنا البنات هنا الحنه، الحنه خلاص معروفه كلشي كيعرفها، وراه كيفاش دايره، دايره بحال هكا وهكا مدقوقه. صافي البنات دابا تعرفنا على المكونات اللي عندنا في هذه الوصفه ان شاء الله، اولا في هذه الخلطه. هادو البنات هادو هاد الشيء اللي كتشوفوا هنايا، هاد الشيء كامل فاش دقينا هاد المكونات اللي قلت لكم السالميات شي كله فاش دقيناه فاش دقيناه كيبقى لينا او كنغربلوه في شي حاجه بحال هكا. البنات هذه ضروري هاد القضيه، انتم كتشوفوا هذا فولار غير هو رقيق بزاف، عرفت واش كيبان لكم البنات. المهم عانشو كندير بحال هكا، انتم كتشوفوا يديا كيبانوا بحال هكا. البنات ضروري خصو شي حاجه تجي بحال هكا باش كتخرج لكم هاد الشيء كامل، يخرج لكم هكا منيل مزيان، كيخرج رقيق بزاف. يعني ضروري هاد العمليه البنات، انتم شوفوا الحنه كي خرجت رقيقه بزاف، وكذلك هادو كاملين خرجوا رقاق بزاف. ها انتم شوفوا البنات كيفاش كيخرجوا، وحيت درناهم في هاد الفولار اللي رقيق بزاف بحال هكا. ومن بعد اللي كيبقى لينا داكشي اللي كيبقى ما كيخرجش، كيبقى داكشي اللي قلت لكم كيشط لينا ما كيتغربلش، درتو فشي كاسرونه البنات. ضروري شي كاسرونه تكونوا كتستعملوها غير الحوايج بحال هكا، يعني تكون كاسرونه خاصه بهاد الوصفات اللي كنديروا. وغادي ناخذ الماء، الماء ما مضبوطش البنات على حسب، ندير واحد الكميه باش نغليه مزيان. انتما كتشوفوا البنات درت واحد الكميه ديال الماء، وغادي نديرو فوق البوطه يتغلى مزيان. البنات كنديروا هذا كما قلت لكم، كنديروا داكشي شاط لينا كنغليوه. انتما كتشوفوا معايا البنات فاش كيغلي كيجينا بحال هكا. دابا غنصفيوه، نديروا لنا هذا الفولار اللي قلت لكم اللي كنبقاو نغربلو فيه. غادي ندير فيه هذا باش كنصفيو غير الماء، كيبقى لينا داك الشيء الفوق.
معلقه ثانيه قلت لكم البنات على حسب الكثافه ديال الشعر، كان شعركم قليل ما تكتروش. الرمان حتى هو تقريبا البنات هنا جوج معالق كبار، والقرنفل، القرنفل عندنا هنايا تقريبا معلقه كبيره ديال القرنفل. حتى هو البنات القرنفل كيعطي ريحه زوينه في الشعر، بلا ما نهضروا على المنافع ديالو راه كثيره بزاف. وزدنا القرقاع حتى هو تقريبا هنا معلقه ونص. صافي 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 بركه، درنا معلقه ونص بركه. مكتروش منه البنات هو بزاف حيت كيغمق الشعر بزاف. الا بغيتو تكثروا بغيتو يجيكم شعركم كحل بزاف بزاف كثروه. انا درت غير معلقه ونص. وهنايا غادي نزيدو عاوتاني السلميه والخزامه، السلميه والخزامه هنا تقريبا جوج معالق وجوج معالق كبار، خلطناهم بجوج. وهذا البنات ملي طلق غنهزهم غادي البابونج ملي طلق هنا في هذا الماء اللي غليناه بحال تقطراتي شويه عفاك. حنا كنخلطو حتى كنوصلو حتى كيجينا داك الخليط اللي يجي يصلح لينا نشقو به شعرنا. نضيفو شويه ديال الماء ضروري البنات تبتوا بها. نزيد شويه الماء نزيدو شي شويه ديال الماء. البنات من بعد ما خلطناها كتجينا هاد الوصفه على هاد الشكل بحال هكا. البنات خلطوها مزيان مزيان مزيان، صافي ها هي واجده. البنات ريحتها زوينه بزاف بزاف الريحه ديالها. بدك بهذا الشيء اللي درنا فيها كامل بهاد المكونات اللي قلت لكم كتجي لكم. واخا يكون موسخ ماشي مشكل، ولا يكون نقي ماشي مشكل، بحال بحال. تشقوا بها شعركم الليله كامله البنات ضروري، وديروا شي بلاستيك من فوق شعركم وديروا الفولار. كتصلح البنات للشيب يعني الشيب 100% كتحيدو، ما تحتاج انك ديري صباغه بالنسبه للسيدات اللي خارج ليهم الشيب. وزوينه كذلك، كتعطي واحد اللون اسود للشعر وكتعطي ديك اللمعه للشعر.